اليوتيوب ورجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو فيديو النهارده هنتكلم عن واحد اسمه عم زازا. مين عم زازا ده يا بلال؟ بص واحد اسمه عم زازا راجل عجوز كده بينزل في الشارع، شويه شباب بينزلوا يصوروه وهو بيقعد يعمل لقطات كوميديه، يعني مثلا يقول له الحق ايه ده في ايه، بعدها هو اكنه هيضرب هيرمي عليه حاجه فبيهوشهم يعني، وبيعمل اكنه مقالب يعني مقالب ايوه حاجه زي المقلب بس بطريقه جديده، وصراحه ضحكتني. وطبعا الفيديو ده واحد قال لي عليه، قال يعني اطلع اعمل رياكت عليه حمزه، هو كلنا واحد، هو حمزه كلنا واحد دايما بيطلع في البث، حمزه طبعا هو اللي قال لي اعمل الفيديو ده. هنشوف الفيديو دلوقتي مع بعض. مش مين هو ده يعني؟ قول لي ازاز. لا شفت في عيال بتصوروا، في ناس بتصوروا، قول لي ازاز. لا اي حاجه، بص الناس بتجري منك يا جدعان، بص على بس الناس كلها بتجري منه يا جدعان. الناس فاكرين واحد مجنون في الشارع يعني. ما تخافش، مقلب خد والله ما بهزر، خد خايف من الخد. بصوا كذا واحد، كام واحد ماشي وراه كده وقاعدين بيصوروه. بيخلوا الراجل مشهور قوي يا جدعان. ده فيديو تاني يا جدعان، دي فيديوهات متركبه. ده واحد، بص واحد بتاع الليمون، بص انا هيجي اهو اهو بتاع الليمون. بص يا لهوي، عنده واحد بتاع ليمون اهو، شو كل الليمون وقع ولا باب بتاع تاجر، بس كل حاجه وقعت. يا لهوي البضاعه كلها وقعت. بص ده واحد بتاع ابو قاعد عند واحد الكشري عمل ودانه كده. قول ده عبيط ده ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي. شوفوا عاوز ده هيتخانق معايا يا جدعان، هيضرب وشه. انت بعت الحته دي صورتها؟ ها؟ وبعدين؟ يا لهوي الراجل يقعد يهوش كده يا اولاد وقعد يشتم. لا سيبوا العيال ابو طلع يجوا. واو واحد ماشي، هو ماشي على خبط في كتفه عمل له كده راحت العين. هو بص تلاقي في ظابط ماشي اهو، بين هو ده ولا اهو السلام. لا ظابط ماشي بيقول له حكومه حكومه. خد سيجارة، لا بقول لك ايه، خدت حاجة من الدنيا؟ لا خد. يا واحد على قفاه وهو ماشي بالميكروفون.
لا يا عم بالله. بس كده احنا دول الفيديوهات اللي احنا كنا عايزين نعرضها لكم. هو في فيديوهات اكتر من كده كتير قوي عليه، بس احنا عشان نختصر شويه الفيديو، وتالي الفيديوهات كلها معاده يعني، مفيش فيديوهات جديده بتطلع عليه، بس هي بس كميه، هي شويه الفيديوهات دول الاحسن فيديوهات ليه. وبس لو ضحكت ثانيه من الثواني انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لو حابب، خش في كل الفلوجات اللي على القناه. وبس كده، كان معكم بي فيديو. سلام.